مشاهد كرام، برحب بالاستاذ الدكتور ايناس مجاور، استاذ الغدد الصماء والبطنه بكليه الطب القصر العيني، ومسؤول التغذيه العلاجيه والاكلينيكيه هنا بمستشفى الجو التخصصي. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. صباح الدكتوره ايناس، قولي لنا على القسم هنا والتغذيه العلاجيه والاكلينيكيه هنا في المستشفى. طيب، انا حقيقه يعني فرصه سعيده جدا جدا، لان القسم بتاع التغذيه العلاجيه والاكلينيكيه بمستشفى الجو التخصصي ذات تميز وطابع خاص جدا. تمام. ده قسم انشئ تقريبا من اكتر من 9 سنوات. تمام. ابتدينا في بدايه الامور بعيادات خارجيه لعلاج حالات التغذيه، نقص التغذية أو العكس، الزيادة والسمنة المفرطة وما إلى ذلك، وابتدى يتحول إلى وحدة كاملة بتعالج ولها علاقة بالأمراض والأمرضى الداخليين. فمثال عندنا مثلا أمراض الورم، أمراض الكلى، أمراض الكبد، الجهاز الهضمي، كل ما نتخيله من أمراض مزمنة أو حتى حديثة بيبقى للتغذية العلاجية والإكلينيكية دور كبير جدا. تمام. فالوحدة دي تتميز بأن لها إدارة اللي هو أنا مشرفة عليها، وفي تيم أو فريق من الأطباء كلهم ما شاء الله يحملوا درجات علمية عالية، ليهم خبرة عالية جدا في التغذية العلاجية والإكلينيكية، وكلهم أطباء. نمرة 2 على الفريق نفسه في أخصائيين تغذية علاجية، وهم خريجي كليات الاقتصاد المنزلي. كويس. ودول ليهم دور جامد جدا جدا في التحدث مع المرضى، فهم حالة المرضى، ان يشرح له هياكل ازاي ويشرب ازاي جوه المستشفى، وطبيعة كمان الغذاء برضو، طبيعة الغذاء وعلاقته بالمرض بتاعه. تمام. لان كتير قوي الناس مثلا عنده ضغط لكن ما يفهمش المفروض ياكل ايه وهو عنده ضغط، عنده سكر مش فاهم ياكل ايه. ده دور توعوي يا دكتوره. ده دور توعوي. طيب. اضافه الى ان هو بيحققه فعليا اثناء تواجد المريض جوه المستشفى تحت اشراف الاطباء. تمام. الربط بين بقى التغذيه العلاجيه والكلينيكيه والنحافه هنا طب احنا كده نقلنا نقله كبيره قوي، بس طيب. انا حابه برضو طيب. الاول اضيف الى طيب. ان المرضى الداخليين كلهم يوميا بيتشافوا بالاداره بتاعه القسم اللي هو قسم التغذيه العلاجيه والكلينيكيه. تمام. وفي فيها التغذية الوردية والتغذية الأنبوبية. تمام. وده جزء متميز عندنا جدا جدا جدا. احنا قدرنا الحمد لله بفضل الله وبفضل طبعا رشادة الإدارة نفسها في المستشفى نوفر كل الأجهزة اللي بيحتاجها المرضى الداخليين للتغذية الأنبوبية للتغذية الوردية. إضافة بقى إن عندنا المستشفى الوحيدة في مصر اللي فيها وحدة التغذية الوردية أوتوميتد. بمعنى إيه أوتوميتد؟ بمعنى إن كل حاجة لتحضير جهاز التغذية الوردية معمول من الألف إلى الياء، from A to Z زي ما بنقول، أوتوماتيكا. زي ما يكون روبوت هو اللي بيحضر له، احنا بنقول الكميات اللي المريض محتاجها قد ايه والجهاز بيصلحها، بحيث هو ايه من الجهاز الى المريض مباشره، ما فيش تدخل. نفس الشيء في التغذيه الورد الانبوبيه، نفس الشيء. عندي سيستم هنا داخلي بيبقى الكيس مقفول تماما من المصنع الى معده المريض. تمام. فدي حاجه بتميزنا جدا جدا. انا بشكر دكتور. العافيه يا فندم، شرفتني. اهلا بيك. اهلا وسهلا.